وان المحامين اثبتوا ان هم وقت الخطر بيتواجدوا بكثافه حتى من غير ما نطلب، وده حصل من 15 واحد فعلا. ما حدش فينا بامانه بذل مجهود انه يجيب الناس، الناس هي جت لوحدها لمجرد محاسب الخطر اللي بيحيك من خطر المحامين. انا وبقول ان المليون ده لازم نبني على عليه، ويبقى ضروري التواصل مع المحامين اكتر من كده. والبيان اللي حضرتك قلته انا موافق عليه، وضروري ويطلع، ويطلع بشكل يؤكد يعني شكرنا وتقديرنا للمحامين اللي جم وشاركونا،